إذا مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه المراسم، مراسم التسليم والتسلم لرئاسة الجمهورية ومقاليد الحكم الآن، والصورة واضحة لكم هنا من بهو البيات بقصر قرطاج. في حدث تاريخي فيه الكثير من العزة والافتخار بهذه الصورة الناصعة لهذه الأمة التونسية والتي تشع إلى العالم كله. إذن ترون صورة متواصلة بخروج كل من رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد والرئيس المغادر السيد محمد الناصر. وهذه صورة التي يجب أن نراها دائما في مثل هذه المناسبات، في هذه الديمقراطيات التي نشهدها، وكانت لنا تجارب سابقة لها منذ ثورة الحرية والكرامة. الآن رئيس الجمهورية يتوجه إلى الساحة الشرفية، ومن هناك هناك ينتظر تحية الجيوش الثلاثة وتحية العلم. طبعا الصور أمامكم مشاهدينا الكرام، ونحن في متابعة لهذا الحدث التاريخي الذي تشهده بلادنا بعد انتخابات حرة. وهذا رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد يودع الرئيس محمد الناصر المغادر لقصر قرطاج. إذن رئيس الجمهورية يتقدم إلى مراسم تسلمه للسلطة وانتظار الجيوش الثلاثة في الساحة الشرفية أمام باب الديوان كما هو معروف داخل قصر قرطاج، القصر الرئاسي، هذا القصر الذي يروي تاريخا عظيما. كانت هذه تحية العلم، والآن تحية من الجيوش الثلاثة.
الجيوش البري والبحرية والطيران. طبعا تحت نغماتي الفوز الموسيقي للجيش الوطني. تحية عسكرية هي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو الرئيس. إذن في صور للصحافة وزملاء الإعلاميين هنا في قصر قرطاج. والآن يدخل القصر للجلوس في مكتبه والانطلاق في العمل. فألف مبروك لتونس بهذه اللحظة التاريخية وهذه الصورة الناصعة للديمقراطية التونسية. الكلمة لك زميلتي فاتن، ونعود إلى استوديوهاتنا المركزية لنتابع هذا الحدث التاريخي. شكرا جزيلا لكم.